وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور زكريا أحمد الخاجة، نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. أهلا بك سيد الكريم في نشرة أخبار الثالثة. نود بداية التحدث عن التقدم المحرز في أداء التحول الرقمي للخدمات والقنوات الإلكترونية خلال النصف الأول من العام الحالي، والعوامل أيضا التي مكنت من تحقيق تلك المؤشرات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية أشكر تلفزيون البحرين على هذه الاستضافة الكريمة. حقيقة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بفضل توجيهات القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة ودعمها طبعا لا محدود ومتابعة حثيثة من قبل معالي وزير الداخلية الله يحفظه رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، يعني تم تحقيق طبعا هذه النتائج الإيجابية في الأداء العام للقنوات الإلكترونية من خلال جملة من المشاريع والمبادرات التقنية المناسبة طبعا نفذناها بالتعاون مع المؤسسات الحكومية. في الواقع هذا الأداء الإيجابي يعني القنوات الإلكترونية يعكس العمل المشترك بين الهيئة وبقية الجهات الحكومية، يعني تم تعزيز كفاءة الإجراءات واستكمال وتطوير الخدمات الحكومية وتوفيرها عبر القنوات منصات إلكترونية، والهدف من ذلك هو تسهيل وصول المواطنين المقيمين للخدمات والقنوات الإلكترونية بكل سهولة ويسر، وهذا طبعا ما يتوافق مع برنامج عمل الحكومة. يعني استعرضنا يعني أخي الكريم المؤشرات الأداء والعوامل التي يعني أسهمت في تحقيق هذه القفزة، يعني نجد أن زيادة في عدد زوار البوابة الوطنية الحكومة الإلكترونية بحرين تجاوز أكثر من 11 مليون زيارة، يعني بزيادة تقريبا 13% على العام الماضي، ما يقارب أكثر من 2 مليون زيارة في الشهر الواحد. وإذا يعني انتقلنا حق المعاملات الحكومية الإلكترونية المعاملات المالية نراها أن هي أنجزنا في النصف الأول من عام 2023 أكثر من 2,200,000 معاملة عبر القنوات الإلكترونية المختلفة، كانت على عن طريق البوابة الوطنية وعن طريق تطبيقات الهواتف الذكية. اللي حب أنوه لسلامك الله أن هناك مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة دشنتها الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، مثل خدمات بطاقة الهوية وخدمات الكهرباء والماء وتجديد جواز السفر وخدمات المرور خدمات الجمارك وخدمات هيئة دولة التعليم والتدريب، ومجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية الجديدة تم تدشينها حاليا وتطويرها، وبالتالي جعلت المواطن البحريني يكون خيار الأفضل هو التعامل مع الحكومة عن طريق القنوات الإلكترونية. نعم، إذن المعاملات الحكومية في تطبيقات الأجهزة الذكية شهدت نموا لافتا خلال النصف الأول، فما هي أبرز مؤشرات النمو وما هي التطبيقات الأكثر استخداما دكتور؟ يعني في الحقيقة يعني لو نقارن النصف الأول من عام 2022 نلاقي أن إجمالي عدد المعاملات زادت عن 700,000 معاملة إلكترونية في هذا النصف 2023، يعني تقريبا بمعدل 15% نسبة الزيادة، وهي طبعا كلها أسهم أن مدفوعات المالية تزيد 13%. استخدام التطبيقات الهواتف الذكية زاد بنسبة أكثر من 18%. هاي طبعا كلها يعني مثلها بسبب نتائج التحسينات المستمرة اللي نجريها مع جهات حكومية على تطبيقات وتحسين تجربة المستخدم وسهولة استخدامها. ونلاحظ أن حتى المواطنين المقيمين في مملكة البحرين يعني يزيد إقبالهم على تطبيقات الهواتف الذكية في ظل أريحية استخدامها وإنجاز المعاملات فيها بكل سهولة ويسر. وهي طبعاً يعني ملاحظات صراحة ملاحظات كثيرة لاحظناها من سمعنا عنها من خلال المستخدمين، بأن لابد أن الهيئة المعلومات الحكومية تكون تستثمر أكثر تطبيقات الهواتف الذكية، وهذا طبعاً ما ننجزه حالياً ونعكس عليه من خلال الاستراتيجية الوطنية لتطبيقات الهواتف الذكية. نعم دكتور علي، أختم معك بهذا السؤال، ما أبرز الخدمات الحكومية المطورة خلال هذا العام، وأيضا ما هي الخدمات الجاري العمل على تدشينها خلال الفترة القريبة القادمة؟ سلمك الله. يعني اللي حاب أشير أن هيئة المعلومات الحكومية الإلكترونية بالتعاون مع كافة المؤسسات والوزارات الحكومية يعني بصدد دراسة وتطوير 66 خدمة إلكترونية متكاملة وعادة هندساتها خلال عام 2023. أنجزنا مجموعة منها مثل خدمات جمركية والتحقق من الوثائق الحكومية ونتائج الامتحانات الوطنية وخدمات طلب المساعدات المالية للزواج وخدمات مجلس التعليم العالي، وإحنا مستمرين حقيقة هذا العام في تطوير خدمات جديدة
منها خدمات امتحانات السياقة وخدمات تذكرة المرور للمواطنين في الخارج عند ضياع المستندات. ممكن نقدمها تذكرة مرور بالتالي يمكن دخول البحرين. خدمات المواعيد الحكومية من خلال تطبيق المواعيد اللي إن شاء الله خلال الشهر القادم سيطرح. وخدمات البلاغات عندنا مجموعة خدمات جديدة إن شاء الله في هذا العام سيتم تطويرها وعلى هندستها وإن شاء الله توفير عن طريق الخدمات الإلكترونية بشكل سهل وتجعل المواطن يتعامل بشكل سهل وبسيط مع الأجهزة الحكومية من غير تحمل العناء للذهاب إلى المؤسسات الحكومية بشكل يعني بكل تأكيد. بكل تأكيد تمنت لكم بالتوفيق الدكتور زكريا أحمد الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني في هيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية، شكرا جزيلا لك. أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة التميز للحكومة الإلكترونية 2023 عن تمديد فترة التسجيل في الجائزة إلى يوم الخميس الموافق 7 من سبتمبر القادم. وجددت اللجنة دعوتها لجميع مؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد للاستفادة من فترة التمديد والمشاركة في النسخة 12 من الجائزة وترشيح مشاريعهم ومبادراتهم الرقمية عبر الموقع الإلكتروني. وأكدت اللجنة بأن تمديد فترة التسجيل في الجائزة من شأنه أن يقدم فرصة جديدة لمراجعة المشاريع والمبادرات الرقمية ولتقييم مدى تميزها وقدرتها على المنافسة، خاصة مع الإعلان عن وجود جوائز جديدة لهذا العام.